أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ووصلنا لوقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة حول أهمية منح مساحة من الحرية الشخصية للشريك. طبعا التعليق الأول من حسام عز الدين عم بيقول هذا شيء حلو ومطلوب وضروري، لأنه حتى لو كانوا زوجين لازم يكون في مساحة وحرية للشريك لعدم حصول الملل العلاقة. أبو العباس قيصر الشمال قال هذه المساحة توازن الحياة. أما لينا الجبولي ذكرت ما في شريك، بس إذا في ما في مانع ياخذ مساحته، وإلا بنختنق أنا وياه. ضروري جدا يكون في فترات ولو قليلة يتنفس فيها الشريك ويبعد شيء بسيط ولو لساعة من الزمن ليقدر يكمل. أما نور الحسيني عم بتقول مهمة كتير ومحتاجة بين الفترة والتانية. هدى بلال قالت هذه مساحة نحتاجها كلنا. طبعا مشاهدينا التعليقات انتهت معنا، ونستضيف الأستاذ نبيل غياث الشحادة مختص في الشؤون الأسرية من إدلب. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك استاذ نبيل. لو تخبرنا، يعني تابعت معنا التعليقات على سؤال الحلقه، ما رايك بالردود؟ في الحقيقه يا استاذه الاء، من الضروري جدا ان لكل انسان يكون له مساحه خاصه فيه. هذه المساحه الخاصه اما ان تكون خاصه بذاته او تكون عامه في محيطه الاجتماعي. جميع اللي علقوا شافوا انه بالفعل الشريك بيحتاج انه يكون في عنده نوع من انواع المساحه. طبعا عندنا المساحة تنبع إما من طبيعة الشريك أو وجود ضغوط خارجية على الشريك تتطلب منه وجود مساحة خاصة فيه. أما مع الأسف المجتمع الحالي اللي عم نعيشه الآن، في أكثر الأحيان عم نشوف إنه الزوجات ليس لديهن مساحة خاصة. أيضا الأزواج في بعض الأحيان إذا احتاجوا لوجود مساحة خاصة في ظل طبيعة تتطلب هذا الشيء، لأن الرجال في كثير من الأحيان تأتي عليهم مراحل يحنوا فيها إلى العزوبية، بيحتاجوا فيها إلى بعض المساحة الخاصة اللي بيشعروا فيها أنهم بالفعل ما عندهم أي قيود أو أي ضوابط. نفس العملية المرأة العربية بشكل عام مع الأسف معطلة هذه المساحة الخاصة بسبب طابعها الأمومي والعاطفي الخاص اللي ممكن تستخروا لهذه الأسرة، يمكن تسخر هذه الوسطة. أيضا ذكر أحد الأشخاص في التعليقات أنه نعم هي مهمة وجود التوازن المطلوب في الحياة الزوجية. نعم بالفعل المساحة مهمة جدا في حياة الزوجين من أجل ضمان سلامة استقرار العلاقة الزوجية، وأيضا وجود جو من الود والمحبة والألفة. طبعا نحن إذا عطلنا وجود مساحة شخصية لدى أحد الشريكين، نحن عم نعطل هامش عالي جدا من تزود الشريكين ببعض الشؤون اللي ممكن تسعى في دورها في رفع سوية العلاقة ورقي العلاقة. أستاذ لو تخبرنا ما هي المساحة الشخصية التي يجب عدم التنازل عنها للشريك؟ بالنسبة للمساحة الشخصية التي يجب عدم التنازل عنها الشريك، طبعا احنا انا قبل ما اجيب عن هذا السؤال ضروري جدا انوه لعامل مهم جدا. اذا ما ساد العلاقة الزوجية من بدايتها عامل الثقة وعامل الاهتمام، رح تكون المساحة الشخصية في كثير من الأحيان معطلة، لأن عم نشوف أنه نوعا ما أحد الشريكين مثلا ما نواثق بشريك حياته، فضروري جدا هون المساحة الشخصية تكون معطلة تماما. لأن إذا أخفى هذا الشريك شيء معين أو حب أنه ينفرد بنفسه ويكون عنده مساحة خاصة، يكون نوعا ما مهتم بنفسه، مهتم بدائرته الخاصة أو ما شابه، فهذا الشيء رح يأثر عليه بشكل كتير كبير، لأنه هو محط قلق بالنسبة له، هو محط ما هو مصدر ارتياح بالنسبة له. طب بالنسبة للمساحة الخاصة ممكن خاصة بالشريكين، احنا بنقول انه ضروري جدا. طبعا هون احنا ما فينا نخصص اوقات معينة او ما فينا نحدد مجالات معينة ممكن تكون تنطبق على جميع الاسر، لان كل شخص في حد ذاته عنده مساحة خاصة وادبيات لهذه المساحة بيحتاج انه ينفرد فيها لنفسه. على سبيل المثال المرأة، نطلب من المرأة العربية بالذات، وانا اوجه صوت المرأة العربية من هذا المنبر، المرأة العربية معطلة تماما لمساحتها الشخصية بسبب زوجها وابنائها، لابد من تعطي نفسها مساحة خاصة، لابد من انه على الاقل في اليوم تنام نصف ساعة، على الاقل في اليوم تعطي نفسها ساعة واحدة من ال 24 ساعة اللي بتكرسها لهذه الاسرة بشكل تام دون اي توقف، مع شكرنا للمرأة العربية. ايضا بالنسبة للرجل، الرجل المساحة الخاصة لابد انه تسهل من الشريك ويعطي هو نفسه اياها في اقل تقدير اول ما يجي للمنزل نصف ساعة خاصة فيه.
دون أي كلام، دون أي سؤال، دون أي تفتيش عن ما الذي حصل معك اليوم، وين كنت، ليش ما رديت، شو السبب أنك أنت تأخرت. هذه الأشياء مو وقت الآن، بيجي وقت بعد ما يأخذ الزوج مساحة خاصة فيه أو ما شابه. تأتي في بعض الأحيان على الزوج أوقات يحتاج فيها بأن يأخذ مساحة خاصة ممكن ليوم أو يومين. يتطلب هذا الموضوع، من الضروري على المرأة أن تسهل للشريك هذا الأمر. إذا ما سهل الزوجين لبعضهم هذه المساحة، فحتما رح ينعكس هذا الشيء سلبي على العلاقة الزوجية، رح يكون في مشاحنات ورح يكون في تعطيل لكثير من أدبيات الجميل وكثير من أدبيات الحب الرومانسي فيما بين الزوجين. أستاذ نبيل، كثير من الأزواج بيقولوا إنه هن مع منح المساحة الشخصية، ولكن منشوفهم بالمقابل بيضيقوا الخناق. خلينا نقول مثلا يجب معرفة كلمات سر التطبيقات والهاتف أو إلى ما شابه، ما ضرر ذلك يعني على استمرار هذه العلاقة؟ لا، عدم الاستمرارية في وجود مساحة خاصة أو نوعا ما التفتيش والملاحقة وراء شريك الحياة لمعرفة نوعا ما كلمات سر الجوال أو ما شابه، هذا الشيء صراحة مثل ما ذكرت لك في بداية العلاقة، البداية لم تبنى على الثقة، البداية لم تبنى على الأمان، البداية لم تبنى على عامل أنه نحن بالفعل شريكين متفقين على أدبيات عامة في حياتنا الزوجية. لا يمكن أنا كزوج أو أنت كامرأة أن تنتهكي هذا الحد أو يعمل في غير الطابع اللي ممكن يصلح علاقتنا الزوجية. أما في ظل وجود شركاء الحياة ممكن يفتشوا عن هذه الأشياء، مع الأسف أن يفتشوا على أشياء بسيطة جدا، في ظل أنه لازم يعملوا طاقتهم لأنه تكون أدبيات علاقة الزوجية بينهم واضحة محددة، وعدم إعطاء هذه المساحة الواضحة، هذه المساحة الضرورية فينا نقول في أقل تقدير للشريكين، هذه مساحة خاصة. يعني في بعض الأحيان مثل ما بيقول بنافذة الجوهري أنه في مساحة خاصة لا بد أن تكون عند الشخص، تعلمها أنت عن نفسك ولا يعلمها الآخرون. هذا أمر مهم جدا. يعني ممكن بعض الأزواج عنده أشياء خاصة ما بده زوجته تعرف فيها، لكن هل نحن ننظر لهذا الشيء، هل هو يؤثر على العلاقة الزوجية ولا لا يؤثر؟ هل هو خياني أم غير خياني؟ في كثير من الأحيان نحن نمتنع عن عدم الإفصاح لشريك الحياة عن بعض أدبياتنا الخصوصية بسبب أنه هذا الشيء يدمر العلاقة فيما لو ظهر. هذا الشيء بالفعل مفقود. بنلاقي مثلا بعض النساء بطابع الغيرة أو بطابع نوعا ما مغطى بالمحبة والخوف عليه وعدم انقسامه على اثنتين، بنلاقي أنه بعض النساء تنتهك هذه الخصوصية وتلاحق الزوج حتى ينعكس هذا الأمر سلبا عليها. بنلاقي لكن أستاذ نبيل، أنا خلال حديثك عم شوف أنه أنت كتير عم تعطي أنه لازم الرجال هن اللي بياخدوا المساحة الشخصية، شو مشان السيدات؟ يعني أنا تكلمت عم تنحاز شكلك لصالح الرجال. أنت أول امرأة تقول لي أن أنا متحيز للرجال، كلهم تقولوا أنت متحيز للنساء. ضروري جدا الامرأة تأخذ مساحة، ضروري جدا. المرأة العربية عندها حس العطاء المهدر، تعطي 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 للآخرين دون ما النظر لنفسها. لابد من وجود مساحة خاصة للامرأة تحفظ فيه شؤونها الخاصة، تعطي نفسها نوع من أنواع المكافأة، لأن المرأة سيد الأعمال اللي بتقوم فيه خلال اليوم تحتاج فيه الشكر من قبل الزوج، من قبل الأبناء، من قبل المحيط، ومن قبل نفسها هي بالذات. ضروري جدا تعطي نفسها هذه المساحة، تعطي نفسها نوع من المكافأة، تعطي نفسها يوم عطلي خلال الأسبوع ما في مشكلة. صحيح. يجيب الرجل أكل جاهز، الأبناء بيساعدوها، رجل يطبخ ما في أي إشكال. صحيح. هو نتيجة ضغط الحياة يلي عم بيكون على سواء على الرجل أو على المرأة، هن الشخصين فعلا بحاجة لهي المساحة أو هي الراحة لنفسهم لحتى يقدروا يستمروا في العطاء. نعم. في الحياة. نعم. اليوم صحيح. اليوم أستاذ نبيل، التضييق على الشريك كيف ينعكس على العلاقة؟ ضروري جدا يعرف الرجال أنه فيما لو هن هلأ شوفي أستاذة، إذا الرجل أو الإمرأة احتاجوا المساحة وضيق عليهم، فالآثار رح تكون حتما منعكسة بشكل كثير كبير. أما إذا لم تجد احتياج لوجود المساحة ولم يضيق عليهم، فالأمر رح يكون أخف. لكن رح أعطيك نوع من الآثار اللي ممكن تكون سلبية على العلاقة الزوجية فيما لو ضيق على أحد الشريكين في عدم وجود مساحة خاصة. أولها العنف بجميع أشكاله، قد يظهر العنف بجميع أشكاله،
مو شرط يكون العنف جسدي ولا شرط يكون العنف لفظي، ممكن يكون العنف عاطفي، ممكن صح. يكون عنف الحرمان من كلمات الحب، الحرمان من الاهتمام، الحرمان من الأمان، الحرمان بعض الأدوات الخاصة طبعاً بغض النظر عن قضية نعم ممكن يؤثر على العلاقة الزوجية في وجود عنف لفظي أو عنف جسدي، وجود شرخ وتراكمات، هذه التراكمات البسيطة لا يستسهلها الزوجين، مع تراكمها بالمستقبل يحدث شرخ كبير في العلاقة الزوجية، ممكن يؤدي إلى وجود الطلاق العاطفي. يعني الرجل إذا شعر نفسه أنه ملاحق 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 سيبحث عن مكان لا يجد فيه ملاحقة. نفس الموضوع المأمرة إن وجدت أنها ملاحقة 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 ومضيق عليها في قضية الهامش البسيط ممكن تأخذ نفسها بوجود في ظل وجود مساحة، فبالتالي أيضا ستبحث عن وجود مساحة خاصة في مكان آخر. ايضا ممكن يصل بينهم الى قدر الله الى وجود الطلاق الفعلي فيما لو حصل الموضوع مضاعفات كبيره جدا لا قدر الله. ايضا غياب جو الامان، هذا اهم نقطه يا استاذه، غياب جو الامان والثقه الزوجيه، متى من غاب عن العلاقه الزوجيه هذين الركنين اعرمي ان العلاقه الزوجيه مهدده بالزوال، مهدده بالتفكك. ونحن مجتمعنا الان ما هو بحاجه الى تفكك، اكثر مجتمع الان بحاجه الى ترابط اسري هو مجتمعنا الان في الشمال السوري. ايضا زعزعه الثقه، واذا غابت الثقه دائما الزوجين راح يكونوا في قفص. استاذ نبيل، يعني على طول وقت اللي بنشوف هذا التضييق في العلاقات او تضييق الخناق في العلاقات، على طول الشماعه هي بتكون الغيره. برايك هل هو مبرر مقبول؟ هلا اذا كانت الغير الطبيعية فمبرر مقبول، اما اذا كانت الغير المرضية فلا، لابد من تدخل لعلاج هذه الغير. في كثير من الاحيان بنلاقي ان الامرأة بالفعل تتسبب لزوجها بالمضايقات المؤذية في ظل طابع انه انا احبك، انا اخاف عليك، انا اغار عليك، انا ما بديك تروح لغيري، او ما شابه من هذه الكلمات. نفس الموضوع لا نعفي الرجل، في الكثير من الأحيان أن الرجال عندهم غير مرضية. أنا مر علي في الاستشارات الأسرية، الرجال عندهم غير مرضية جدا، لا يريد زوجته أن تخرج من المنزل، لا يريد أن تحمل الجوال، لا يريد أن تذهب إلى أهلها، ما بقول لك إلى صديقاتها وما إلى غير ذلك. أيضا نفس الموضوع ما بدي إياها تحكي مع خالها، ما بدي إياها تحكي مع عمها، إلى درجة هذا، إلى درجة تعطيل المساحة الشخصية العامة اللي هي المحيط الاجتماعي الخاص بالإمرأة. فوجود الغير لا يعتبر مسبب لتعطيل المساحة الشخصية إلا إذا كان في الغير الطبيعي اللي بالفعل لابد تكون موجودة في كل أسرة، طبعا مع وجود تفهم من قبل الشريكين إنه هذا الغير الطبيعي ولابد ما تأثر على هذه المساحة. ختاما بنهاية هذا الموضوع، شو هي نصائحك للأزواج ممن يتابعون الآن؟ أول نصيحة إلي للمرأة العربية، أعطي نفسك مساحة خاصة، ضروري جدا تعطي نفسك مساحة خاصة في ظل وجود سيل من العطاء اليومي الغير متناهي أو المستمر، لابد تعطي نفسك مساحة. في أقل تقدير كما قالت دراسات تنامي نصف ساعة في اليوم، هذا أقل حق ممكن تعطيه لنفسك. أيضا في أقل تقدير كافئ نفسك في فنجان قهوة أو بسكوتي أو بأي شيء خاص. أيضا نفس الموضوع، إحنا لابد نحن نحث الشريكين على أنه هن يساعدوا بعضهم في إيجاد هذه المساحة. يعني إذا كان الشريكين غير متعاونين في إيجاد هذه المساحة ومساحة التزود تكون العلاقة أفضل، تكون العلاقة مزهوة بالحب أكثر، فأيضا راح يكون في تعطيل. أيضا نفس الموضوع، نصيحتي أيضا للإمرأة، إذا طلب الرجل المساحة أعطيه المساحة فورا دون ما سؤال، لا تشعر بالقلق أنه أنا السبب في هذه المساحة، أنا الحق علي أني مثلا سويت لك مشكلة في اليوم الفلاني أو سببت لك بأذى. لا ترجعي الأشياء السابقة، هو لما طلب هذه المساحة بالفعل هو بحاجتها، سهلي له هذه العلامة. أيضا نفس الموضوع، من الضروري جدا أنه يراعي الشريكين هذا الوقت الخاص، من الضروري جدا يراعي الشريكين هذا الوقت الخاص، دام أن العلاقة الزوجية بنيت على الحب وعلى الثقة وعلى الاهتمام، المساحة الخاصة لازم ما تكون مصدر قلق من قبل الزوج. شكرا لك الأستاذ نبيل غياس لشحادة، مختص في الشؤون الأسرية، كنت معنا من إدلب، يعطيك ألف عافية، وشكرا لحضورك اللطيف معنا بحلقة اليوم. شكرا لكم، فتح الله لكم، صباح الخير مرة أخرى. صباح النور. لهون منوصل لختام حلقة اليوم مشاهدينا من برنامج صباح سوري، ومع كل الأماني بيوم سعيد، تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية الظاهرة أسفل الشاشة، إلى اللقاء.